الفرضي لأن الطهارة عذر والوضوء للمستحاضة لدائم الحدث طهارة عذر، فهمت؟ فيبقى زي التيمم، ما بتصليش بتيمم واحد فرضين، فكذلك لا تصلي بوضوء واحد المستحاضة أو دائم الحدث فرضين كالتيمم، ويتيمم برضو بعد دخول الوقت. من شروط صحة التيمم أولا فقدان الماء وتحقق فقدان الماء، وبعدين دخول وقت الصلاة، مش كده برضو؟ وكذا يجب عليها لكل فرض تجديد الغسل او الغسل، يعني مش الغسل احسن، وان كان الغسل والغسل بمعنى واحد، هو بيتكلم على الفرج هنا مش على جسمها كله. تجديد الغسل والحشو والعصب، كل الكلام للفرج مش لسائر جسمها، مش لسائر جسمها. هيتشرب الدم يعصر بعد كده يقع على الارض، فبتجدد الحشوة علشان مخافة انها تنجس ثيابها، واخد بالك؟ بس انما الضمادة لو شالها تنزف الجرح، ينزف، لكن هي بالنسبة لها النزيف مش جاي من موضع الحشو، مش بيمنع النزيف، لان النزيف جاي من الرحم، ده الحشو عشان يتشرب النازل، انما ضمادة الجرح بتبقى بتضغط على الجرح، فهي بتبقى مسببة لإيقاف النزل، خدت بالك؟ فالضمادة ما بنشيلهاش، الضمادة اللي هي على أي جرح ما بنشيلهاش، عشان لو شلت الضمادة كل شوية هتلاقي الجرح يقعد يخر، بخلاف التانية في الاستحاضة ده نازل منه على طول. وكذا يجب عليها لكل فرض تجديد الغسل والحشو والعصب قياسا على تجديد الوضوء. لما قلنا انها هتجدد وضوءها كل مرة بنية استباحة الصلاة وتجديد الوضوء، يبقى معناه تجدد كل اللي بتعمله قبل الوضوء، كل الاحتياطات. طيب، ولو انقطع دمها قبل الصلاة حكمنا ببطلان طهرها ظاهرا ثم إن طال زمن الانقطاع بحيث يسع الوضوء والصلاة استمر الحكم بالبطلان، ووجب إزالة ما على الفرج من الدم والوضوء، وإن لم يطل بأن عاد الدم عن قرب تبين عدم بطلان طهرها، لأن الحكم بالبطلان كان مبنيا على الظاهر لا المتبادر من انقطاع الدم، لأن المتبادر من انقطاع الدم عدم عوده، فلما تبين خلافه حكمنا بعدم. يعني هي متعودة عندها الاستحاضة، وبعدين عملت الاحتياطات بتاعتها الغسل والحشو والعصابة، وبعدين توضأت بعد دخول الوقت، وبعد ما توضأت بعد دخول الوقت وجدت ان الدم انقطع، انقطع الدم، هل هي انقطاع الدم ده يعني برئت، يعني حصل برء خفت خلاص، ولا ما خفتش، ولا انقطع وهيرجع ينقط تاني بعد شوية؟ فاذا انقطع الدم وطال فترة انقطاعه بحيث يسع وضوء جديد وصلاة جديدة حكمنا ببطلانه، وان لم يطل الانقطاع لا نحكم ببطلانه، نقول لها خلاص ده مستمر، ده حدث مستمر. فهمت ازاي؟ لا، هي هتسارع في الوضوء، هي متعوده اول ما بتعمل الحاجات دي وبتتوضى وبتيجي وهي بتتحرك كده وبتمشي ان في دم الاستحاضه نازل منها، شعرة بيه، ففي المره دي وهي ماشيه لقيت ان مفيش حاجه نزلت، فرحت، قالت يا سلام الحمد لله يمكن خفيت. نقوم نشوف اذا طال الانقطاع وعندنا وقت طويل يسمح، وقت طويل وكان نزل نقطة وبعدين بعد كده بطل، كان نزل نقطة وبعد كده بطل، نقوم نقول لها خلاص ما هو اللي نزل ده وانقطع بعده كأنك برئتي، ويبقى اللي نزلت دي نقضت الوضوء، يبقى عيدي وضوءك بقى
وصلي لو في مكان وقت متسع لوضوء جديد وصلاة جديدة. لو ضاق الوقت نقول لا لا صلي، واخد بالك؟ او قل وقت الانقطاع، يعني انقطع وبعد لحظات كده ما تقدرش تدرك صلاة كاملة، نزل تاني، يبقى ما زالت ايه مستحاضة، ولا ان تصلي بالوضوء ده طالما توفر فيه الشروط. لا احنا بنتكلم في الصحة مش في القبول، الفقهاء كل كلامهم في صحة الصلاة مش في قبولها من عدم. قد تكون الصلاة صحيحة غير مقبولة عشان بيرائي بيعملها كده كبرا، بيعملها غرورا، اي حاجة. القبول حاجة والصحة والفساد حاجة. لا تبقى صحيحة في حقها لانها ما زالت مستحضة. احنا بنتكلم على واحدة اتوضت تصلي الظهر بعد دخول وقت الظهر، وبعد ما اتوضت لدخول وقت الظهر بالشروط اللي احنا قلناها دي كلها، وهي ماشيه كده لقت نقطه دم بتاعه الاستحاضه نزلت، هي دي معتادها، بتنزل وهي ماشيه هتروح تفرش مصليتها وتصلي، نزلت. وبعدين بعد كده هي متعوده وهي كمان واقفه بتصلي، واقفه ان في حاجات بتبقى نازله خفيف فهي بتستمر في صلاتها لان هي دائما حدث، لكن لحظه المره دي ان مفيش حاجه، بتتحرك بتتنطط بتعمل كل الحمد لله، ده خفينا اهو، لان اصلا كانت راحت للدكتور مثلا وكتب لها قرص ولا حقن وابتدت خدت العلاج، والعلاج ابتدى يعني تحدث نتيجه وابتدى يقل التنقيط وابتدت تقل وهتبتدي تخف بقى، فهمت؟ فلقيت ان ما بقتش الامور زي الاول، ده ابتدت اتحركت مفيش حاجه نزلت. تقوم في الحاله دي اذا طال الانقطاع وعندها براح في الوقت، واخد بالك ازاي؟ وما كانش نزل منها اي حاجه يبقى هتصلي لان وضوءها ما زال صحيح. لو كان نزل منها حاجه بسيطه وانقطع وهي لسه ما صليتش وطال الانقطاع والوقت فيه براح، يبقى نقول لها وضوءك اتنقط ده باللي نزل ده، وعليك تتوضي وضوء جديد وترمي الحشو الوسخ ده، فهمت؟ عشان عندنا وقت، لان الحشو ده متنجس، فهمت ازاي؟ لان زال العذر خلاص، اصله زال العذر. فلكن لو ضاق الوقت وقت الصلاه نقول لها صلي الحق، وتبقى نعتبرها ان هي يعني برئت من مرضها مع دخول وقت الصلاه الجديد بقى، واللي فات فات على قديمه، فهمت؟ لانه ضاق الوقت. لا وضيق الوقت معناه لا يستغرق وضوء وادراك ركعه، مده الوضوء وادراك الركعه. نشوف هي وضوءها بياخد له قد ايه وادراك ركعه ياخد قد ايه، بياخد له 6 دقائق، لا هي عندها اقل من 6 دقائق، يبقى ضاق الوقت، نقول لها صلي بقى. فهمت المسألة؟ لأن هي عندها المرض ده على طول، ما تعرفش متى تبرق. احنا بنتكلم ان هي بتعمل الحكاية دي اساسا بعد دخول الوقت، فلاحظت ان بعد دخول الوقت مفيش حاجه نزلت، خلاص وضوءها مستمر صحيح، صلي، محدش قال حاجه. احنا بنتكلم في واحده بعد ما اتوضت وضوء المستحاضه نيه استباحه الصلاه وحشت وعملت، لقت نقطه نزلت وبعد كده انقطع، طول ما هي بتستعد للصلاه وبتفرش ومنتظره الجماعه انقطع. ساعتها بقى بنشوف اذا كان سبق نزول نقطه منه واتسع الوقت يبقى نحكم ببطلان الوضوء السابق وعليها تتوضا وضوء جديد، لانها لعلها تكون برئت، فما ينفعش تصلي بوضوء بعد نزول دم عليه، فهمت؟ ما هتشيل بقى الحشو اللي نزل فيه النقطه دي، ما احنا كل افتراضنا ان هو نزل منها نقطه وانقطع بعد كده. لا ما لا بتغسل فرجها، الكلام كله على الفرج مش على جسمها. لا ما تاخدش حكم الحيض. لا تاخدش حكم الحيض. لأن أصلا ده حدث أصغر، فهو الحدث الأصغر ده بيستوجب الوضوء بعد غسل النجاسة، فما لهاش غسل أصلا، خدت بالك؟ طب
لا ما تعيدش الصلاه دي، هتعمل الشغلانه دي بقى في الوضوء الجديد، في الصلاه الجديده، في الفرض الجاي، ما اجراش حاجه لان هي ماشيه على العادة. وبعدين نعود بقى الى اقل الحيض. يبقى خلصنا الاستحاضه وعرفنا تعريفاتها، فقلنا ان الاستحاضه هو دم خارج من عنق الرحم اللي هو العازل او العازر، عرق في عنق الرحم في غير زمن الحيض والنفاس على سبيل المرض لا على سبيل الصحة. فيبقى تعريفه أن يكون هذا الدم أقل من أقل حيض، يعني أقل من يوم وليلة، أو بعد أكثر حيض بعد 15 يوما، أو في أثناء طهرها قبل أن يمر أقل طهر، يعني في خلال أقل من 15 يوما من الطهر، أو ما زاد عن أقصى مدة نفاس 60 يوما، أو كان قبل زمن الإمكان كأن رأته قبل سن 9 سنوات من عمرها، يبقى ده استحاض، أو بعد أيسها من حيضها تماما، بعدما أيست من حيضها تماما على سن 70 و60 و80 وشاف الدم تاني، نقول له برضه ده استحاضة لأن بعد الإياس، أو أثناء حملها على القول بأن الحمل يمنع الحيض، وهناك قول آخر في مذهبنا أن الحمل لا يمنع الحيض، فإن قلنا بالقول الذي يقول أن الحمل يمنع الحيض فكل دم تراه الحامل استحاض. كل دي تعريفات لدم الاستحاضات. المعتمد أن الحيض أن الحمل لا يمنع الحيض، يعني لو رأت دم وهي حامل نعتبر ان الدم ده حيض، يمنعها من الصلاة ويمنعها من الطواف ويمنعها من قراءة القرآن ومن مس المصحف ويمنعها من الجماع وغير ذلك مما يمنع منه الحيض. واضح سهل؟ لا، احنا الكلام ده فقهاء، احنا قلنا طبيا احنا بنختار القول ده كمان نرجحه لانه يوافق العلاج المطلوب بس، لكن ده كلام الفقهاء مهمش دعوه بالاطباء خالص. فقهاء بيناقشوا الست الحامل دي لو شافت الدم، الدم ده احكم بيه انه حيض ولا احكم بيه انه طهر؟ وده استحاضه دم فساد. قولين في المذهب عندنا، ناس ذهبوا الى هذا وناس ذهبوا الى هذا، والمعتمد في المذهب عندنا والفتوى على انه دم حيض، والفتوى في مذهب غيرنا على انه استحاضه. كويس؟ واحنا بنقول الاطباء بعد دراسه المساله دي وجدوا ان الاعتبار كدم حيض هيفيدهم في العلاج، عشان هيريحها من الصلاه ويريحها من الوضوء والحركه، وده بيعتبروه سقوط مهدد وحل الراحه. يقولوا لها اوعي زوجك يقربك، واوعي تتحركي ونامي على السرير، مش بيقولوا لها كده؟ ما ترفعيش رجليكي لحسن تسقطي. فلما نيجي نقول ان الفقهاء كمان قالوا انه حيض، ولو قلنا حيض هيمنعها من الصلاه ويمنعها من الجماع ويديها فرصه انها تستريح، فيبقى الحكم بانه حيض ده مناسب للطب بس. فهمت القصه بقى ولا اتلخبطت؟ يعني الكلام مش من قبل الاطباء، ده من قبل الفقهاء. الاطباء بس بيرجحوا احد القولين عشان بيناسب طريقه العلاج بس. فهمت بقى المساله؟ للمميزه، للمراه المميزه تعرفه، لكن احنا عندنا لا نذهب للتمييز، لا نذهب للتمييز الا لو زاد عن اقصى مده حيض. ايوه، احنا لا نذهب للتمييز الا اذا زاد بس. يعني هي بتشوف الدم 20 يوم وبينقطع بعد 20 يوم، واخد بالك؟ لا، هنقول لها دمك كله على وتيره واحده لون واحد ولا بيتغير الوانه؟ تقول لك ده لون واحد يا دكتور، لونه نفس المنظر طول ال 20 يوم، لونه نفس المنظر. تقوم تقول لها طيب دي اول مره تجيلك الدوره ولا انت كانت بتجيلك قبل كده وبعدين اتغيرت؟ فهتلاقي نوعين من الستات، واحده مبتدئه يعني اول مره جت لها كده ليست لها سابقه عاده، او تكون كانت معتاده
فايه فالمعتاده تردها لعادتها، المعتاده اردها لعادتها، اقول لها خلاص اول ما ينزل عليك الدم ده عدي عدد ايام الدوره بتاعتك المعتاده وبعدين اغتسلي، والفتره الباقيين من العشرين يوم انت مستحاضه احكامها كذا، وبعد كده طهر عادي سهله. طيب افرض غير معتاده مبتدئه والدم على لون واحد على وتيره واحده، نقوم نقول لها نردها لعاده اقرانها، نقول لها طب اختك يا ستي بتبقى الدوره بتاعتها قد ايه، اختك الكبيره؟ تقول ماليش اخوات بنات. طب والدتك؟ والله ماتت وانا صغيره مش عارفه بقى. طب خالتك؟ ما انا مقطوعه من شجره. نقوم نسال بقى انت ساكنه فين؟ مولوده فين؟ بلدك ايه؟ تقول لك انا بلد الصعيد. طيب نسال الستات الصعايده، انتوا عندكم اقصى مده حيض يا ستات يا صعيد في الغالب ايه؟ في الغالب كده عندكم غالب ستاتكم يقول لك 10 ايام وتطهر. معظم ستات الصعيد كده مثلا، بديك مثال. نقول لها خلاص يا ستي 10 ايام حيض والباقي استحاضه. فهمت ازاي؟ كل دي في الغير مميزه سواء مبتدئه او معتاده. المعتاده ردها لعادتها او لعاده اقرانها ان لم تكن لها عاده، او لعاده اهل بلده. سهله. المميزه اللي هي بتشوف الدم في الوان ملون مش نفس الوتير، تقول لك يا دكتور ده انا بلاقي كده ينزل افرازات صفرة وبعدين تبتدي تغمق شويه تبقى حمراء، وبعدين بعد كده تبقى دكنه وسودة اسبوع، وبعدين ترجع تاني تحمر وبعدين تبقى صفرة وبعدين تروق خالص. وكل المده دي من اول الصفار لحد اخر الصفار بياخد 25 يوم. اعمل ايه؟ اعمل ايه انا في الصلاه؟ تقوم تقول لها اعتبري ايام الدم الشديد اللي هو السواد هو ده الحيض، وما قبله وما بعده طهر، لانها مميزه، بشرط ان يكون الدم الشديد اطول من اقل حيض يوم وليله. لان ما ينفعش اعتبر، بتقول لي انا بشوف الدم الشديد ده 12 ساعه بس ما اقدرش اخليه حيض لان الحيض اقل يوم وليله. فهمت ازاي؟ بشرط ان يكون هذا الدم الشديد اطول من اقل حيض واكثر من اطول حيض، بحيث بتشوف السواد ده اقل من 15 يوم واطول من يوم وليله، ساعتها اقول لها خلاص اعتبري السواد ده حيض. سهل؟ سهل كده؟ طيب كل اللي انتوا بتقولوه ده بتضيعوا وقتكم ليه؟ لان هنقوله تاني. شفتوا بقى؟ شفتوا انتوا هتخشوا تاخدوا مقلب اهو. هنقوله تاني. ما حدش عداها يعني. الدرجات اللي هي دي لا تنتهي الدرجات دي. وماله ما حدش عداها يعني. لان دي درجات لا تنتهي تتفاوت. اسود والاسود ده داكن، والدكونة دي درجتها بعد كده تبتدي تفتح بكام درجة؟ واخد بالك؟ كلها بقى اقعد بقى اقسم زي ما انت عايز، كل دي يعني ما ينبنيش عليه مشكلة كبيرة. فاحنا هنخلي الداكن قوي لو كان أقل من أقل حيض، لو أطول من أقل حيض أو أقل من أطول حيض وبيستمر أكثر من مدة الحيض، نعتبر إن هو ده الحيض. طب افرض ان عندها الداكن قوي ده بياخد اقل من اقل حيض، وبعدين هتاخد حمرة لمدة 10 ايام، وبعدين تبقى صفرة او كدرة لمدة 10 ايام زيهم، يبقى بتاع 20 يوم. اعتبر لها الحمرة بالسواد على بعضه كده حيض، والصفرة والكدرة الاستحاضة. ابتدي بقى انا راجل فقيه بقى واعد ابتدي اميز كل واحدة ليها حكمها، كل واحدة هيبقى ليها حكمها، بحيث ان انا تيجي الست تشرح للفقيه، يقوم الفقيه يبتدي ينظمها. هل الست دي مستحاضة مبتدأة، مستحاضة معتادة، مستحاضة مميزة، ولا مستحاضة متحيرة؟ متحيرة يعني ايه؟ يعني اولا غير مميزة، ما بتميزش، الالوان كلها زي بعضها، وما كانتش ليها عادة اصلا من بدايتها، هي من بداية ما جالها حلوة هي متلخبطة كده، ما لهاش عادة من اصل. فهمت ازاي؟ يقوم يسموها المستحاضة المتحيرة، والدم مستمر معاها طول الشهر.
يبقى دي بقى اسمها المتحيرة او المحيرة، هي نفسها احتارت والفقيه ما احتار، فهي متحيرة في نفسها ومحيرة لغيرها. يوم يقعد الفقيه محتار معاها، يقعد بقى ايه ينظم لها الامور. هتيجي الحاجات دي كلها، لان في معتدى مميزة ومعتدى غير مميزة، وفي مبتدأ مميزة ومبتدأ غير مميزة، انواع ثور كتيرة للنساء. فبيقول واقل الحيض اعترض، او اقل الحيض زمنا يوم وليلة، اي مقدار ذلك وهو 24 ساعة على الاتصال المعتاد في الحيض. يعني شافت الدم بعد صلاة الظهر ومفيش دم تاني، وجاء بعد المغرب نقطة، وبعدين جاء الساعة 11 بالليل نقطة، وبعدين نامت مفيش حاجة، وصحيت قبل الفجر لقيت برضو في نقطة، وبعدين بعد كده مفيش تاني، وجت قبل الظهر شافت نقطة تانية، هو يوم وليلة كل ده حيض. فاهم؟ يبقى أقل يوم وليلة. بعد كده ما شافتش حاجة تانية، نقول لها اغتسلي وصلي، ويبقى مدة حيضك دي يوم وليلة، لأن شافت الدم ده بعد 15 يوما طهر، وأقل الطهر 15 يوم. فلو كان قبل مضي 15 يوم من الطهر هنقول لها ما يهمكيش ده استحاضة، لأن أقل الطهر 15 يوم. فهمت؟ وأقل الحيض اعترض بأن أقل أفعل تفضيل، وهو بعض ما يضاف إليه، وهو مضاف هنا إلى الحيض، ومعناه الدم، وهو جثة أي ذات لا معنى، فيكون أقل جثة أيضا لأنه بعض الحيض الذي هو جثة، فكيف يصح الإخبار عنه بقوله يوم وليلة؟ أصل أقل الحيض يوم وليلة، بيتكلم على جسم ونسبه الزمن. فهمت ازاي؟ ازاي انا جسم اقول اقل يوم وليله؟ هو الجسم بيتحسب بالوزن ولا بيتحسب بالزمن؟ فهمت كلام المشايخ؟ وعلشان كده قال اقل، وهو مضاف هنا الى الحيض ومعناه الدم، وهو جثه اي ذات لا معنى، لان الزمن معنى عرض، والدم جسم او جوهر سيان بقى، يعني له حاجه محسوسه. فيكون اقل جثه ايضا لانه بعض الحيض الذي هو جثه، فكيف يصح الاخبار عنه بقول يوم وليله، مع انه اسم زمان ولا يخبر باسم الزمان عن الجثه. يعني اقول مثلا اقصر انسان شهر، او الاقصر انسان طوله متر مثلا، لان بنتكلم على جسم بيتقسم بالسنتي. لما اقول اقصر انسان شهر، ايه بقى الكلام ده اللخبطه دي؟ فهمت ازاي؟ واجيب بانه على تقدير مضاف، اي واقل زمن الحيض. يبقى هنا مش اقل الحيض يعني اقل الدم، لا، ده اقل الزمن، اقل المده. طبعا دي يعني ايه تفصيل لغوي بين الفقهاء، انت عارفها بالسليقه لانك راجل عربي. اما يقول لك اقل الحيض يوم وليله، بتتكلم على الزمن مش بتتكلم على كميه الدم النازل. فهمتها انت كده بالسليقه لانك عربي، لكن غير العربي لما يجي يقرا الحاجات دي يتلخبط. فهو بيشرح الكلام ده عشان غير العربي بيفهم، لانه عنده غير العربي الحيض عنده ايه، يطلع القاموس يقول له الدم، وبعدين يقول له اقل الحيض يوم وليله، يبقى الدم زمن، هي الدم، هي علاقه الدم بالزمن، يقوم يتلخبط. فهو بيقول له يعني اقل زمن الحيض، يبقى بيكلم ايه اللي ما عندوش السليقه العربيه اللي هو بيفهمها لوحده بسبب ايه، انها لغته. واقل زمن الحيض كما اشار اليه الشارح بقوله زمنا، فهو تمييز محول عن المضاف، فصار افعل التفضيل مضافا للزمن لا مضافا للحيض. اقل هنا مضافه لزمن الحيض مش الحيض ذاته، عشان اتكلم بعد كده على زمن، قال لك يوم وليلة. فهمت؟ فيكون زمنا لأنه بعض ما يضاف إليه كما تقدم. وحينئذ فيكون في كلام المصنف الإخبار بالزمان عن الزمان، وهكذا يقال في نظائره، لا الإخبار بالزمان عن الجثة. فهمت بقى الكلام؟ زمنا قد عرفت أنه تمييز محول عن المضاف، واندفع بتقديره الاعتراض المتقدم. يوم وليلة
سواء تقدمت الليلة على اليوم أو تأخرت عنه. يعني قالها حضها بالنهار ولا قالها بالليل ما تفرقش، المهم يوم وليلة، سواء بدأ باليوم وانتهى بالليل أو بدأ بالليل وانتهى بالنهار، المهم يوم وليلة 24 ساعة وخلاص. افرض ابتدى في نص النهار، يبقى لما يستمر لحد نص النهار تاني. تحسبها من ساعة ما عرف ان اثناء الليل، ان الدم ده نزل اثناء الليل، واخد بالك؟ ما هو مفيش فرض عليها في الفترة دي، مفيش فرض عليها، هتحسب لحد ما بدأت النوم بتاعها. ما نزلش لحد ما بدأت النوم بتاعها، يبقى ده استحاضة بعيد. نزل تاني لحد او بداية نومها، يبقى خلاص، لان مش هيجي لها فرض تاني في فترة نومها. يوم وليلة سواء تقدمت الليلة على اليوم أو تأخرت عنه. وأما خبر أقل الحيض 3 أيام وأكثر 10 أيام فضعيف كما في المجموع. ده حديث ضعيف، أقل الحيض 3 أيام وأكثر 10 أيام. في خبر وارد كده لكن ده حديث ضعيف ما خدناش بيه. ثم اللي احنا خدنا بإيه؟ بالاستقراء، باستقراء عادة النساء، وسألنا الدايات وسألنا الستات وسألوا الناس دي كلها. الفقهاء عملوا استقراء عام كده، فلو ان اقل حيض للنساء يوم وليله واكثره 15 يوم، فالاستقراء. في ناس ما تفرقش معانا، مش الشافعيه، بنرد عليهم نقول لهم ده ضعيف والاستقراء يخالفه، نقول لهم الخبر ضعيف والاستقراء يخالفه، خالف الواقع، واخد بالك؟ بس ولو اضطردت عادة امرأة بأنها تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من 10 يوما، من 15 يوما، لم يتبع ذلك على الأصح، لأن بحث الأولين أتم، واحتمال عروض دم فساد للمرأة أقرب من خرق العادة المستقرة. يعني لقينا ست طلعت لنا كده قالت لنا والله ده أنا الدم بتاعي بينزل 12 ساعة بس، وبعد كده أطهر 20 يوم، وبينزل 12 ساعة بس واطول 20 يوم. نقول لا ده مش حيض خالص، انت ما بتحضيش يا ستي، ده انت الدورة بتاعتك مقطوعة، ده اللي بتشوفيه ده استحاضة. الفقهاء يقولوا لها كده. ما يقولوش لا دي واحدة كده ظهرت لنا يبقى عادتها كده وخلاص يبقى حيضها 12 يوم، لا 12 ساعة لا. لأن استقراء الأولين أتم من الحال. فهمت إزاي؟ يبقى هقول لها خلاص أنت ما عندكيش حيض. أنت على طول تصلي. والدم اللي بتشوفيه ده في فترة ال 12 ساعة دي هتبقي مستحاضة في الفترة دي، بس تغسلي موضع الفرد وايه وتحشي الفرد وتتحفظي وتتوضي للصلاة بعد دخول الوقت وتسارعي بها فلا تؤخريها وخلاص، وبعد كده انتهينا. اما تعدي ال 12 ساعة دي انتهينا، ابقي توضي بقى تاني وضوء عادي وما فيش مشاكل. حتى ولو في زمن الامكان، طالما اقل من اقل حيض. طالما اقل من اقل، احنا عايزين تعريف الاستحاضه ايه؟ اقل من اقل حيض. فهمت ازاي؟ بس او اكثر من اطول حيض، او راته في زمن الطهر قبل مضي اقل الطهر، او اطول من اكثر مده نفاس 60 يوم. سهله الحكايه. أي مقدار ذلك، أي قدر المذكور من اليوم والليلة. وإنما فسر الشارح كلام المصنف بذلك ليشمل ما لو طرأ الدم في أثناء اليوم إلى مثله في أثناء الليلة كذلك، فيكون هناك تلفيق في اليوم أو الليلة، فاندفع ما يقال كلام المصنف لا يظهر إلا إذا نزل الدم مع الفجر أو الغروب، حتى يتم قوله يوم وليلة. وقول المحشي بعد قول ليشمل ما لو طرأ في أثناء يوم وليلة وما لو وجد ذلك المقدار في أكثر من يوم وليلة ينافيه قول الشارح على الاتصال، لأن شرط الاتصال إنما هو في الأقل وحده، وأما الأقل الذي مع غيره فليس فيه اتصال، بل يتخلله نقاء بأن نرى وقتا دما ووقتا نقاء وهو حيض تبعا له، بشرط ألا يجاوز ذلك 15 يوما ولم ينقص الدم عن أقل الحيض، وهذا يسمى قول السحب. فاهمين الكلام اللي احنا شرحناه؟
لأننا سحبنا الحكم بالحيض على النقاء أيضا وجعلنا الكل حيضا وهو المعتمد. وقيل إن النقاء طهر، لأن الدم إذا كان حيضا كان النقاء طهرا، وهذا يسمى قول اللقط، لأن لقطنا أوقات النقاء وجعلناها طهر. والحاصل أن الأقل له صورتان، الأولى أن يكون وحده يوم وليلة، وهذه هي التي يشترط فيها الاتصال، والثانية أن يكون مع غيره، وهذه لا اتصال فيها. يعني يشترط عشان أحكم أن الحد أقل حد أنه يتصل نزول الدم يوم وليلة، عشان أحكم أن ده أقل حد. لكن علشان أحكم أن الدم ده حيض يشترط أنه يستمر نزوله أكثر من يوم وليلة ولو تخلله نقاء على القول بالسحب. سهلة؟ ده المعتمد على الفتوى، طالما الجزء النقاء المتخلل لنزول الدم مع فترة نزول الدم كله أقل من 15 يوم يبقى هو المعتمد. يعني هي بتشوف الدم وما تلاقيش تاني يوم، وبعدين تشوف الدم وما تلاقيش يوم، وبعدين تشوف الدم 3 أيام ورا بعض وبعدين ما تلاقيش تاني، يبقى دي 3 أيام ويوم 4 ويوم تاني أدي 5 طهر بينهم نقاء، يبقى كل ده حيض، كل ده حيض. حاضر. وهو ده لسه هو على مذهبنا احنا تأذن من زمان، يعني بغياب الشفق الأحمر، احنا مشينا على الأحناف يعني بغياب الشفق الأبيض. فاقعد بقى شوية، لكن على مذهبنا احنا كنا ممكن نقوم نصلي العشاء من ربع ساعة كده والملكية كده كده، بس عشان تعرف ان الشافعية دول جدعان دي برضو ماشيين مع الأحناف عادي مفيش مشاكل. وهو أي مقدار ذلك، أعني اليوم والليلة، وقوله 24 ساعة أي فلكية وهي 15 درجة. قوله على الاتصال أي مع اتصال الدم، وإنما قيد بذلك لأنه لا يتصور الأقل وحده إلا مع الاتصال، إذ لو تخللوا نقاء فالكل حيض إذا لم يجاوز 15 يوما ولم ينقص الدم عن أقل الحيض على قول السحب وهو المعتمد كما مر. كلام واضح، كلام واضح. درجة فلكية اللي هي حركة الشمس. هنقف المعتاد في الحيض، أي بحيث يكون لو وضعت قطن أو نحوها لتلوثت، فلا يشترط نزوله بشدة دائما حتى يكون الاتصال. يعني بقول لك الاتصال يعني حتى مش شرط بتنقط، يعني دخل قطن طلعت لها متلونة يبقى متصل، والله أعلم. وهنقف على أكثره 15 يوما، نكمله إن شاء الله يوم السبت القادم، ونذكركم أجازة شهر أغسطس كله إن شاء الله. وجزاكم الله خير.